ونختم النشرة من مدينة مولاي إدريس زهون العريقة التابعة لعمالة مكناس، حيث نظمت جمعية جذور لتنمية مولاي إدريس ومنطقة زرهون ندوة دولية موضوعها التراث رافعة للتنمية المستدامة. وهذه الندوة عرفت مشاركة باحثين مغاربة وأجانب. روبورتاج سارة الجبري وعبد العليم كوي والتحرير لفتيحة أشاب. مدينة زرهون عاصمة أول دولة إسلامية في منطقة شمال إفريقيا، اتخذها المولى إدريس عاصمة لدولته منذ القرن السابع، تعاقبت عليها الأجيال لتصبح ملتقى التنوع الثقافي والتراث الروحي. إذا ما أردنا نتحدث عنها من نشأتها إلى الوقت هذا مرت بعدة مراحل، ولكن الأهم بالنسبة لنا هو الحاضر. كيف يمكننا أن نجعل مدينة مولاي إدريس زرهون مدينة تستطيع أن تستقطب الكثير من الاستثمارات والكثير من مواد الدعم لهذه المدينة؟ التراث رافعة للتنمية المستدامة موضوع اجتمع حوله أساتذة جامعيون وخبراء وفعالية المجتمع المدني من المغرب وفرنسا وكندا لتعزيز إشعاع المكانة الروحية للمدينة. فتح على المحيط ديالها وتجعل كذلك يعني إعطاء واحد نظرة مغايرة على التراث كرافعة للتنمية في هذه المنطقة هذه المستدامة. كان صدروا منها أنه يخرجوا ساكنة ديال مدينة مولاي إدريس عندهم قناعة بأن مدينتهم تحتوي على مؤهلات أثرية تاريخية ثقافية اللي من شأنها أن تدفع وأن ترفع من قيمة هذه المدينة. منطقة ضاربة جذورها في عمق التاريخ والتراث الإنساني، لها خصوصيات وجوانب حيوية وقطاعات تنموية ثقافية تجعل منها وجهة سياحية عالمية بامتياز.